والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يدعون مع الله إلها يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن فأولئك يبدل الله سيئات
صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. Thank you.
أبدا. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كنتم فسوف يكون لزاما. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.